j'appelle la glace banana, c'était ça le but. Qu'il faut retenir, c'est cette magnifique voix envoûtante de l'homme à l'armée de la Terre. Au texte, retour au pacte. Absolument, retour au pacte aussi avec une comédienne, أبرز ممثلاتنا اللي ابتسامتها في كل سواء في السينما ولا في التلفزيون واللي مثلت خلت بصمة كبيرة نجوى زهير النقطة السابعة. Ladies and gentlemen, we have an actress. Last week she had blue hair. La semaine dernière elle avait les cheveux bleus et longs. Cette semaine, ce qui prouve que sa capacité de changer. Nejwa Zuhir. عسلامتكم بعثوا لي الارتيكل 7 دو باك دو ليغاليتي دي ليبرتي انديفيدويل اللي قريتوها باش نقراها معاكم مره اخرى الفن والابداع والبحث العلمي والمعرفه حريات يمنع ويعاقب تعطيلها او ابطالها او تقييدها بدوافع ايديولوجيه او سياسيه او دينيه او اخلاقيه الحق كي قريت البند هذايا سألت قلت شنو ينجم يصير إذا كان نهار يقولوا لي ما عادش تنجم تمارس الفن والإبداع اللي أنت تعيش بيهم الحق استلبست لبني العرق وتفكرت مرة مشيت نقضي في المرشي في الناس الكل شدني واحد قال لي مش تحشموا على رواحكم تعملوا في الفن الفلوس اللي تحطوا فيها في الفن عطيوها للفقراء ولا عملوا بها حاجة أخرى الحق لقيت روحي من غير ما نشعر نعطي فيه في درس على أهمية الفن وضرورة الفن وعدم ارتباطها بأي حاجة أخرى تنجم تصير بالفلوس في المجتمع اللي هي من مشمولات الدولة ولا السياسيين ولا العباد اللي لاهية بالحكايات هذوما على خاطر الفن في حد ذاته نعيشوا بيه نتغذاو بيه روحيا عدا قعدت نتذكر شنو اللي قلت له نهارتها وقلت نحكي على الفن الفن اللي نعيشوا بيه نعبروا بيه نتنفسوا بيه ونشيخوا معاه وفيه الفن اللي نصلحوا بيه ننتقدوا بيه نتحسنوا بيه ونتقدموا معاه وفيه الفن اللي كي تتفجر فكرة عشت في مخنا وحلفت ماهيش متحلحزة حتى لين نطرشقوا ونخرجوها ثورة فكرية ثورة فنان على السيد على المألوف ثورة بالحب بالحياة بالإحساس بالحلمة ثورة فن مهما كان الفن فن واقع فن فاقع لاذع بيان سور اللاذع خاطر هذاك اللي نقلقوا منه فن